وصلنا الآن إلى قرية ساغموس، وأمام ساغموس بانك أي دير ساغموس من القرن الثالث عشر. يقع هذا الدير على حافة وادي عميق يجري فيه نهر كاساخ، ومجاور قرية رائعة الجمال مع مشهد واضح لجبل أراغاتس. البناء الرئيسي لهذا الدير بنيت في عهد الأمير فاتشي فاتشونيان عام 1215. سندخل للداخل لنتعرف عليه من الداخل وننبهر بجماليته وفنه المعماري الذي كله عبارة عن صخور نحتت يدويا والتي ما زالت قائمة أمامنا هناك. إعادة بناء أقيمت داخل الدير، والأحجار التي استخدمت في الأماكن الرئيسية تعود للقرن الثالث عشر وما زالت ظاهرة للعيان. المواطنون يأتون هنا ويشعلون شموعهم ويؤدون صلواتهم بخشوع وينتقلون بأفكارهم إلى القرن الثالث عشر حيث كان هذا الدير حديثا. إذن ها نحن داخل مجمع ودير ساغموس فانك الرهباني في قرية ساغموس.